مرحبا ميرنا. نعم. والسادة المشاهدين من إمارة الفجيرة، حيث الجهود من جميع القطاعات والدوائر والوزارات المعنية على قدم وساق، لا سيما مشاركة القطاع الخاص لدعم عمليات الإنقاذ بسبب السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، بسبب تأثر عدد مناطق الدولة الواقعة على الساحل الشرقي والتابعة لإمارة الفجيرة، وذلك بسبب صدور توجيه من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بوزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ لكل إمارات القريبة لدعم عمليات الإنقاذ في المناطق الشرقية. كما لمسنا حقيقة ميرنا جهود تنسيقية كبيرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات مع الجهات المحلية، منها إجلاء أسر عديدة منذ الأمس والتي تضررت من منازلهم والتي تقع بيوتهم في أماكن من الممكن أن تتعرض للضرر، إلى مواقع إيواء مؤقتة كما رأينا ذلك عبر مركبات إجلاء للقوات المسلحة عبر عملية الأيدي الوفية، وكذلك عدد من الجهات المخصصة للإجلاء. نعم. تم إجلاء المتضررين بالتعاون مع تلك الجهات. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات، نتمنى للجميع السلامة. شكرا لك حسين الطنيجي مراسلنا من الفجيرة.